مرحبا يا عمو. أهلي. أشو ليش قاعد هون أنت؟ نحنا بشار الأسد قتلنا، أيوة نهبنا. أشو نحنا من هلو؟ نحنا قاعدين هون، أشو من هلو؟ نحنا بنعبي مي بنشرب هون، أشو نحنا من هلو؟ نحنا مالنا ذنب، أشو نحنا من هلو؟ نحنا بنشرب هون. يا والله ليش عم تبكي أنت يا عمو؟ بشار نهبنا، قتل بيوتنا. نهبي ما عنا شيء نلبس، والله العظيم هدلكم بيوتكم؟ هدين كلي ما عنا شيء، هون نشرب مي. قد ما طردتني بنقعد عند الجماعة، نقعد نسهر عندهم، اشو بيهون؟ والله العظيم ولا خلانا نقعد دقيقة بالبيت. هو بشار الأسد واطي كثير، نسقطوا بص المي. والله أكبر، الله أكبر، واصبر. انظروا مجاهرة هذا الفاجر بالمعصية. هؤلاء الأطفال سيحاسب عليهم كلهم. شو انت عند أمو؟ لا خبز. العالم بطرانة نركب الخبز هون. لا بديش طلعنا واستعفيه بالأرض. انت عمو؟ قدي صلحت لها؟ قدي صلحت لها؟ قلت انا صلحت معك لا؟ طيب قل لي شو جاي عبارة انت؟ شو جاي عبارة؟ جاي عبارة خبز؟ قد ايه صلحت معك انت؟ كتير؟ طيب جوعان هلا انت؟ شو عم تاكل؟ قل لي شو عم تاكل؟ انتبه يا شباب، انتبه شوي يا شباب. بابا قوم يا ابي.